عم تحكي مع واحدة اسمها نيهان وتاخد معلومات عنك هلا، تعرفها شي؟ صباح الخير. يسعد لي هالصباح. لهلأ ما حدا اجا؟ في شي كمان؟ ها كان بعت لي رسالة، ميسم عم تاخد معلومات عنا من وحدة اسمها نيهان، عم بيقول إذا بعرفها. مين نيهان؟ ماني سمعانة بهيك اسم. أكيد وحدة بتشتغل تحت إيدها، بس مين؟ يلا فوتي لا تبردي. ابني كمال، بنتي نارين. أخي شوكت، كنا ناطرينك، في موضوع مهم بدنا نحكيه معك. لما جارتي قالت لي عندي ضيوف توقعت أولاد أخواتي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. يلا تفضلوا لجوا. رح أفوت أعملكم شاي ومنفطر سوا. لا ما في داعي، ما في معنا وقت كتير. أخي شوكت، في موضوع كتير مهم ولازم أحكيه معك ضروري. خير أنت منيح؟ بس خلوني ارتاح شوي وبعدها تكرم شوفيني ساعتكم جاهز. أنت منيح؟ ايه منيح، ما في شي، بس حسيت بنخزة بصدري لسه ما راحت. طيب وين مكانها بالتحديد؟ وين النخزة؟ أخي شوكت، أخي شوكت صار لك شي؟ أخي شوكت نارين اعملي أي شي. نبضه لسه ضعيف كتير، أعطيني هدول المخدات. خدي. عم يحاول يقول شي بس ما عم يقدر. الدواء بده الدواء. هاد؟ هذا الدواء أخي شوكت؟ رجع النبض طبيعي؟ لا لساته ضعيف كتير، ما فينا ننطر أكتر، كمان لازم نتصل بالإسعاف. انت بتروح قبل ما توصل الاسعاف، ما عندنا خيار تاني. المريض لساته واعي بس نبضه ضعيف كتير، فيكم تبعتوا الاسعاف بسرعة؟ انت منيح؟ ايه منيح. ما بتوصل اسرع؟ ما في داعي ابني، انا منيح، ما فيني شي. نبضه عم يتحسن، خلص قلهم لا يجوا. ما عاد في داعي للإسعاف، إذا احتجنا شي بناخده على المشفى. شكراً، خلينا نقوم على مهلك أخي شوكت. خلينا نقعده فوق. خلوني اتسطح شوي، هلأ بصير منيح. شوي شوي.
هلأ ما بيصير تتعب حالك أبدا. إذا ارتحت شوي نفسك رح يتحسن.